وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الحديث، فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، ويصح يا فاطمة بنت محمد، لكن لو قيل ابنة فيكون بالضم وجوبا، يا فاطمة ابنة محمد. قال: سليني من مالي ما شئت، هذا هو ما يملكه عليه الصلاة والسلام. قال: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.